جزاكم الله خيرا. تسأل سؤال آخر شيخ صالح، نعم. هل المرأة يحق لها أن تضع الحناء على رأسها في نهار رمضان أو لا يجوز؟ لا بأس بذلك، لا بأس على الصائمة أن تضع الحنة على رأسها أو في يديها أو في رجليها، هذا لا يؤثر على صيامها. نعم. هل توجهون إلى شيء آخر شيخ صالح؟ ولا سيما وذكرتم الحنة على اليدين أو الرجلين. نعم، أي تستعمل الحنة لأنه فيه فوائد للمرأة، ولكن كما ذكرنا في السؤال الذي قبله عليها أن تستر ذلك عن الرجال، وألا تبدي كفيها أو رجليها بحضرة رجال غير محارم له.